انت ما رحتش المدرسه ليه النهارده يا ابو حميد؟ طب وانت ما رحتش ليه المدرسه النهارده؟ انا زهقان وقرفان من عيشتي على الاخر. طب ايه اللي مضايقك يا مصطفى؟ احكي لي. قول لي، مفيش قدامك شغلانه لينا احنا الاثنين قريب؟ وايه حكايه العفش اللي كان نازل من عندكم ليله امبارح دي؟ ايوه يا سيدي. ايه تكونوش ناويين تعزله ولا انا فاهم غلط؟ ابدا، بابا وماما اتخانقوا قامت واخده العفش وغضب. اوعى يكون ابوك عاوز يعمل زي ابويا ما عمل يا مصطفى. ابو حميد انا محتاج قرشين اول ايام دي، عايز اجيب سرير انام عليه انا وابويا بدل ما احنا نايمين على الارض. ربنا هيسترها يا داش. يا رب. انا قالوا لي فعلا ان فيه ناس بتيجي تسال عليه وتتحرى عنه، لكني في الحقيقه ما اخدتش ولا اديت في الموضوع ده، لان مفيش اي مكاتبات رسميه من اي جهه من جهات الامن المعنيه بخصوصه. وانت ازاي تستنى لما اي جهه تبعت لك تقرير عنه؟ انا بستغرب ازاي تبقى مسؤول الامن عندنا وتستنى لما يجي لك تقرير عنه. لازم تكون انت السباق، ما تستناش معلومات من اي حد. خلاص نحطه تحت عينينا ونخليه تحت المراقبة الدقيقة والمستمرة ونشوف ايه اللي مش مظبوط فيه. انا عايز تقرير يومي عنه، لازم تبعت لي اول باول عن كل تصرفاته وتفيدني خطوة بخطوة. صباح الخير يا فندم. اهلا يا المرسي، تعال. اهلا يا فندم. اهلا اهلا، كنت لسه بسأل عنك. اهلا يا فندم، انا بلغني ان سعادتك طالب ورقه من الكوميسيون الطب العام عشان تغطي اجازتي. طبعا يا المرسي، ما انت عارف انها اجازه مرضيه مش اعتياديه، ما انت راجل قديم وعارف كل حاجه يا اخي. ايوه فندم، بس انا في الحقيقه كنت عايز اختصر السكه واعملها اعتياديه عشان يعني ما اخشش جوه متاهه الكوميسيون الطبي. الله الله الله، ايش ايش ايه ده ايه ده، تعال تعال يا المرسي. ايه ده؟ ايش 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 ايش، الله، ساعه معتبره. اتفضل يا فندم، ما تقلقش على ساعتك. جبتها بكام دي؟ والله يا فندم انا ما عرفتهاش تمن. اصلها يا فندم يعني جات لي هديه. دي دهب مش كده؟ ايه يا فندم. مين بقى يا سيدي اللي بيهديك ساعات ذهب زي كده؟ بنتي يا فندم، بنتي شريري أمينة بعتتها لي من أمريكا. آه أي فندم، دي ساعة قيمة جدا. فضل. وتمنها ما يقلش بأي حال عن 1000 جنيه، ده إذا صدق ظني يا سيادة المدير. 1000 جنيه؟ انا فاهم كان بيتهيألي والله انها اقل من كده بكتير. لا 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 يا المرسي فندي، دي ساعة معتبرة. اتفضل يا فندم، ما تغلاش على سعادتك ابدا. يا راجل يا راجل، كتر خيرك. ده احنا نزودها لك. الله يبارك فيك يا فندم. فاذا كان ممكن يعني سعادتك تخلص لي موضوع الاجازة ده بعيدا عن الكوميسيون. ماشي يا المرسي، ما يجراش حاجة، روح اكتب لي مذكرة واعرضها عليا واحنا نشوف ايه اللي هنعمله فيه. ربنا يا فندم ما يحرمنا من سعادتك ابدا ولا عطفك علينا. بس بسرعه عشان تقدر تستلم النهارده. هوا يا فندم، هوا هوا. متشكر يا فندم، متشكر قوي. بذمه واحد زي ده ممكن بنته تبعت له ساعه زي دي؟ موضوع الساعه ده خلى الفار يلعب في عبي اكتر من ناحيه المرسى يا فندي. أمينة، إيه المفاجأة الحلوة دي يا بنت؟ وحشتني يا مصطفى، وحشتني قوي قوي قوي. إيه ده؟ فين ماما يا مصطفى؟ فين العفش؟ ست والدتك يا ستي فاكرة نفسها لسه شباب، قامت عاملة زي العيال الصغيرين وطفشت. إزاي ماما تعمل كده؟ ما أنت عارفة أمك. الله، أمال فين جوزك؟ اتطلقت. إيه؟ طلقتي؟ هو أنت لحقتي تتجوزي عشان تتطلقي؟ اتطلقت يا مصطفى كده وكده، اتطلقت عشان سعادته يقدر ياخد الجنسيه الامريكانيه. يا سلام، ويعني هو عشان ياخد الجنسيه الامريكانيه لازم يطلقك؟ ايوه يا مصطفى طبعا، اصل القانون في امريكا بيمنع الراجل انه يتجوز اتنين، عشان كده اتفقت ان انا اسيبه لمده 6 اشهر، واخد بالك؟ يقدر فيها يتجوز واحده امريكانيه
وبعد كده يطلقها ويردني على طول. ازاي؟ ازاي ماما نسيت الستارة دي؟ انا عارف ايه الستارة، المهم انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ هو في حد عاقل يتصرف بالشكل ده يا امينة؟ مستقبلنا بقى في امريكا يا مصطفى، لازم سعده يتجوز الامريكانية ديت عشان ياخد الجنسية ويطلقها ويردني انا طبعا، وبالتالي انا اخد الجنسية بالتبعية. طب وفريدي يا ستي الامريكانية دي بعد كده حليت في دماغه وما طلقهاش؟ مش ممكن يا مصطفى، اصل الامريكانية ديت عندها بوي فريند بتحبه جدا، مش ممكن تسيبه عشان سعده بتاع. طب وما هي اصلا بتحب الواد صاحبها دوت، هتتجوز عبده ليه؟ اصل سعده عامل معاها صفقة. صفقة؟ ده انتوا بقيت حابة امريكاني على الاخر. اصل سعده متفق انه يديها 500 دولار في نظير عقد الجواز دوت، وبعدين يعزمها لرحلة في مصر هي والبوي فريند بتاعها. الله الله، والله اللي يعيش ما يشوف. وبعدين يا ست في ايه؟ انت كمان يا مصطفى ممكن تاخد الجنسية الامريكانية لو اتجوزت واحدة امريكانية. حلوة اللعبة دي، دي شغلتك انت بقى، انت تدوري لي على بنت الحلال الامريكانية اللي هتمشيني بره. لا انا ما دورلكش، ده في مكاتب متخصصة لكده بالذات. اموت انا في كده. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا بيه. مين يا ام محمد؟ انا يا عنايات. هل اهلا يا استاذ المرسي يا فندي، اهلا وسهلا. اهلا يا عنايات، خطوه عزيزه، اتفضل. ايه انت رجعت تتعب من تاني ولا ايه؟ لا ابدا، ده في ده يا ستي سابت لنا البيت ومشيت. احسن في 60 داهيه، دي ست طول عمرها نكد ونحس. وخدت عفش البيت معاها. مش مهم، العفش يتعوض لكن صحتك ما تتعوضش ابدا. ايوه انا قررت ان انا ابيع البيت، وعشان كده جيت اقول لكم عشان تتصرفوا انتوا. ايوه كده، الطيب احسن برضو. هو اخد قرشين واشوف لي شقه صغيره كده تلمني انا وابني. خلاص اذا كان كده روح شوف الاستاذ عبد العزيز جارك وتفاهم معاه عشان هو الواسطه في الموضوع. عبد العزيز؟ اه جارنا. ايوه. غريبه، الراجل ده في وشي ليل ونهار وما جابليش سيره عن الموضوع ده خالص. اديني قلت لك اهو، روح بقى وحط ايدك في ايده. الظاهر انه بيلعب على الجنبين وهيفرقنا من بعض، عشان كده بلاش انا اللي افتحه. خلاص استنى اتغدى لغايه ما يجي ابراهيم وفتحه في الموضوع وشوف هيقول لك رايه ايه. قول لي يا مصطفى بمنتهى الصراحه واوعى تحاول تخبي عليا، بابا عامل ايه بعد ما ماما سابته؟ هيعمل ايه يعني؟ كما هي العاده، صابر صامت على النكبات اللي نازله تحط عليه يمين وشمال. ايوه بس انتوا بعتولي جواب قلتولي فيه انه كويس جدا وخد الترقيه بتاعته. يا ستي يا ريته ما كانت رقة، من ساعة ما ترقى وهو مش مظبوط وجدته مش خالصة أبدا. طيب هو ما حاولش يصالح ماما ولا سلبي في كل حاجة زي عادته؟ البركة فيك أنت بقى، ما دام أنت جيتي يبقى لازم أنت تصلحيها. هم عيال على اللي بيعملوه ده يا ربي. تقولي إيه بقى يا ستي؟ بتغير عليه؟ نعم، نغمة جديدة دي ولا إيه؟ يا ستي أصل في واحدة ست ماشية على طول ورا أبوكي، وهي دي اصل المشاكل اللي حاصله ما بين ابوكي وامك. اللي بتقوله ده يا مصطفى ست؟ لا وست ايه؟ غنيه وشيك وارستقراطيه على الاخر وجمال مفيش بعد كده ابدا. شفتها؟ انا لسه ما شفتهاش. فزوره دي ولا ايه؟ اهو تقدري تقولي عليها حاجه زي كده. طب منين نازل تقول اوصفها انها شيك وارستقراطيه وجمال ما حصلش، ونازل توصف لي فيها من غير ما تكون شفتها، ازاي ومنين؟ اصل يا ستي الست دي كل يوم بتبعت لابوكي هدايا من محل شكل، والموظفين اللي بيجيبوا الهدايا دي من المحلات هم اللي بيوصفوا لي فيها الوصف المدهش ده. وانت رايك ايه في الموضوع ده؟ انا شخصيا رايي ان مفيش واحده ست في الدنيا بالاوصاف دي تعجب واحد زي ابوكي. ما انا لو كنت موجوده كنت عرفت اصل الحكايه دي ايه بالظبط. يا ستي ما انت جيتي اهو في الوقت المناسب، ومفيش حد غيرك انت هيقدر ينقذ البيت ده من الخراب. طيب عمتك وعمك ما حاولوش يدخلوا في الموضوع ده؟ عمتي وعمي راخرين المسائل ملخبطه معاهم على الاخر.
معقول هما كمان؟ طب ليه يا مصطفى؟ جات لهم بيعه في البيت دوت وابوكي معترض. ما هو بالطريقه دي ابويا هيقع من طوله. انت بتقولي فيها؟ ما وقع وسندناه وخدناه على المستشفى عدل يومين ولا ثلاثه، ولولا ساتر ربنا كان الراجل راح في شربه ميه. يا ساتر يا رب يا حبيبي يا بابا، واكيد موضوع ماما ده اثر عليه. ابوكي وصل اهو. مصطفى اوعى تقول له اللي انا سبت عبده. الراجل ما هوش ناقصني انا كمان، كفايه اللي بيحصل له الايام دي. سيبني كده لغايه ما احكي له الحكايه بمنتهى الهداوه. سيبني يا مصطفى. لا من حد يطمني، ابوكي خلاص بقى عنده مناعه ضد الكوارث والصدمات. ازيك يا مصطفى؟ اهلا عم عبد العزيز. انا يا ابني لقيت كنبه عندنا، كنبه زياده جديدة، قلت اجيبها لكم تريحوا عليها. كنبه عمر جدتكم مطالتها اهي، خشب لطسانه وملزوقه قشره. خلي بقى. ولا انت مالك مرهوق كده ليه؟ ما تاكل يا ابني، في حاجه اسمها اكل يا حبيبي، كل عشان تملى كده وكل. مين؟ ست امينه؟ ايه النور ده؟ حمد لله على السلامه، نورت بيتك. وانا اقول ايه النور ده؟ الف حمد لله على السلامه، والله ليكي وحشه يا بنت الاكابر. ان شاء الله ما تشوف وحش يا عم عبد العزيز. ابوك وصل ولا لسه؟ لا لسه ما وصلش يا عم. وازاي يا بنتي توصلي لحد هنا والست ثانيه ما تاخدش خبر ولا علم؟ اصل انا لسه واصله، وبصراحه فوجئت باللي حصل ده كله. ده كلام ده؟ والله يا بنتي انا حزنان وزعلان قوي. الست تفيده يحصل منها ده كله؟ دايما نقول عليها عقله وكمل، ليه كده بس؟ ليه؟ انما نقول ايه؟ ربنا يصلح الاحوال، والبركه فيك انت يا بنتي، انت اللي هتصلحيهم ان شاء الله. لحظه واحده هجيب الست ثانيه تقول لك الحمد لله على السلامه. لحظه واحده حالا، يعني مش هغيب عليك حالا دي. لحظه واحده وانا لحظه جاي حالا، هتيجي حالا. مساء الخير يا ست فيفي. اهلا اهلا وسهلا سي المرسي، اتفضل. طب يا ستي ما دام عايزه تشتري البيت، ليه ما جيتيش كلمتيني في الموضوع على طول؟ الحقيقه انا كنت اتمنى من زمان اكلمك، ومين ما اتمناش. بس انا قلت اوسط سي عبد العزيز جاركم في الموضوع. اهو يا ستي سي عبد العزيز جارنا اهو عك في الموضوع، وخلانا نختلف مع بعض كده. طب اقعد نتفاهم من غير ما اقعد ولا حاجه. انا يا ستي موافق على بيع البيت، شوفي بقى ايه شروطك وانا تحت امرك كده. ايوه طب خلاص، بكره بدري من الصبح هوصل لحد البنك واجيب لكم 100,000 جنيه على طول كاش. ربنا يزيد ويبارك، وهو كذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حبيبتي الف حمد لله على سلامتك، بركه اللي جيتي بالسلامه. يلا يا اختي يلا يلا، خشي عندي عشان تغيري وتقلعي هدوم السفر دي وتستريحي وتاكلي لك لقمه يا حبيبتي. امينه بنتي. بابا بابا وحشتني وحشتني يا بابا. ازاي يا بابا؟ ازاي ماما تعمل فيك كده حبيبي؟ ازاي وما يقتلر عليها على اخر الزر. تسمعنيش بلا سي بورصه فندي، هات الست امينه وابنك مصطفى وتعالوا عندنا. من فضلك انت بالذات تطلع من نفوخي، ومن هنا ورايح لا اعرفك ولا تعرفني. ايه ده؟ انت زعلان مني ولا ايه يا مرسى فندي؟ اللي على راسه بط هيحسس عليها، وانت اقرب اللي عملته، وبعد ده جاي تاخدني في دوكه. حلك حلك على الراجل يا سي المرسي، قبل يا اخويا ما تهب فيه قول له انت زعلان منه في ايه. سيبيه يفضفض يا سناي. مالك يا بابا زعلان من عم عبد العزيز ليه؟ يا راجل ده 10 سنين تقوم تلعب عليا اللعبه دي من ورا ظهري؟ طب اختيش على دمك يا اخي. انا ما عملتش فيك حاجه وحشه يا مرسي فندي. ما تستهبلش بعد ده كله بتقولي ما عملتش فيك حاجه يا مرسي فندي. يا راجل
يا راجل ده عيش وملح سنين. تقومت وقعني مع اخواتي الوقعه دي؟ مرسى فندي خليك مكاني وفي حالتي وظروفي، وتعرض عليك 20,000 جنيه، 20,000 جنيه، وانا في عرض جنيه واحد. خليك مكاني وظروفي وفي حالتي، بذمتك بزممك كنت تاخدهم ولا لا في عمليه زي دي؟ انا ما خنتكش يا مرسى فندي، انا ما خنتكش ابدا، وانا الود ودي انك كنت ترفع قضيه وتكسبها، على الاقل كنت هتقب على وش الدنيا بدل العيشه الكرب اللي انت فيها دي. اخس عليك يا عبد العزيز، اخس. دي صداقه دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بابا ارجوك انت شكلك تعبان، ما تتعبش نفسك اكتر من اللازم يا بابا. روح اتفضل، روح خلاص البيعة وتعالى. انت يعني انت بتتكلم جد؟ موافق؟ انت موافق صحيح يا سيمون سفندي؟ موافق، موافق انقاذا لما يمكن انقاذه. هايل هايل، موافق. يلا يا سنية قدامي، يلا يا سنية. يا بنتي انت ايه اللي جابك بسرعه كده؟ وفين جوزك؟ ما دام موافق ما تسيبوش، روح وكلمه في الموضوع وهو لسه سخن. وهي فاطمه هترضى تيجي معايا؟ وما ترضاش ليه؟ خدها هي وجوزها وخلصوا الموضوع الليله دي. طب اتفضلي اطلبها لي في التليفون. طيب. كنسيت ايدي يا بنتي اللي النبي حرصه مش هحتفلك عليها الشحتفه دي كلها. اصلك ما انتش واخد بالك يا باب، احنا خلاص مستقبلنا بقى في امريكا، عشان كده عبده لازم ياخد الجنسيه وانا كمان لازم اخدها، وطبعا ما لقيناش حل قدامنا غير كده. والله يا بنتي انا مش فاهم الحل الحاله ما انتش ده ايه، لكن ما دام هو عاجبكم انتوا احرار خلاص، ذنبكم على جنبكم. اوعي لما تروحي لماما تحكي لها الموضوع ده، انت عارفه هي بتفكر ازاي وعارفه خالك عنتر بيفكر ازاي، وطبعا مش معقول هيقتنع بالحكايه دي. ايوه انت لما تروحي لماما تاخدي الحكايه من قصرها وتقولي لها اني جاي في اجازه. طب يا بابا بس انا كنت عايزه اصالحك على ماما. هو تفتكر يا بنتي ان انا مبسوط علشان هي سابت البيت بعد العمر ده كله؟ بالعكس انا حزين جدا واسف لكل اللي عملته ده. ربنا يخليك لنا يا بابا ويخلي بيتك تملي مفتوح لنا يا رب طول العمر. اديني بحاول يا بنتي انقاذ ما يمكن انقاذه، لكن بتهيألي مفيش فايده. المركب خلاص سابت قلوحها والريح عماله تحدفها شمال ويمين، والربان محتاس مش عارف يسيطر على حاجه، مش عارف هلاقيها منين ولا منين، من خالك اللي عمال يوز امك عليا، ولا من اخواتي اللي مشمرين كمامهم وعايزين ينهشوا فيا، مش عارف هلاقيها منين ولا منين. الدنيا بقت غابه، الضعيف ملوش رغيف. معلش يا بابا معلش. معلش ايه بس يا بنتي؟ تحت حته الوظيفه بعد شقى العمر ده كله مش عارف استريح لحظه واحده. ربنا هينصرك في الاخر يا بابا، والحمد لله يا امينه رجعت اهي عشان تقف جنبك في الايام الصعبه دي. امينه يا بنتي اذا رحت لامك قولي لها وفهميها اني خلاص خلاص زهقت، وان هي اذا ما رجعتش البيت هعمل زي شمشون ههد المعبد وعليا وعلى اعدائي. يا رب اوعى يا بابا تبيع البيت. ما هو يا بنتي اذا ما بعتش البيت هنفضل كده على البلاطه زي ما انت شايفه. لا ان شاء الله ربنا هينصرك ويهديها لك. على الله يا بنتي تحط عقلها في راسها لاجل ما تعرف خلاصها. يو مالك قلقان وما انتش على بعضك ليه يا راجل انت؟ سنية البت أمينة بنت المرسى فندي جت في ميعاد مش هو أبدا. ما تعرفش هي جت ليه؟ ها؟ جت زعلانة ولا طفشانة؟ جت زعلانة ولا طفشانة قول. أنا إيش عرفتني أنا؟ إيش عرفت جت ليه؟ إنما المهم عندي إنها بالتأكيد هتروح تزور أمها وهتجيبها تصلحها وتقعد في البيت. وكأنك وطي صوتك لكل حد جنب الباب ويسمعنا. وهينصلحوا وتقعد في البيت ويبقى كأنك يا ابو زيد ما غزيت، وكل التعب بتاعنا هيضيع وانطى، ولا هنطلع بالعمليه ولا البيت هيتباع ولا حاجه، وهنطلع بالعمليه باختصار كده بلوش. بلوشي فلا الله ولا فالك. ده بعد ما كان اقتنع، اقتنع خلاص. ده كلام وتعبت وشقيت تبوظ مننا العمليه. ده حصة ايه دي؟ هو احنا نقوم من طوبة نقع في تحتورة؟ بصراحة يا بابا الراجل اللي اسمه عبد العزيز ده انت لازم تقطعه وتاخد منه موقف.
ما بيني وما بينك يا ابني، اللي زي ده ما يستاهلش ان الواحد يعرفه، ودي آخرة ان الواحد يعرف واحد زي ده من صغار النفوس. لكن اعمل ايه، ما باليد حيله وللضروره احكام، الواحد لازم يجاريه لحد ما صفقه البيت دي تخلص على خير. طيب انا بتهيألي ان هو كده خلاص دوره خلص وما عادش له اي لازمه. لازم تفهم يا ابني ان البيت ده ما كانش ممكن يتباع البيعه الكويسه دي الا اذا الشاري استلم البيت فاضي من غير سكان. وبما ان عبد العزيز هو الساكن الوحيد عندنا، يبقى احنا لازم نسيسه لحد ما نخلص صفقه البيت. طب انا عايز اعرف حاجه، ايه اللي خلى حضرتك تغير رايك فجاه وتقرر تبيع البيت؟ اولا انا كان لازم الاقي مخرج من الازمه الماليه اللي بعاني منها دي، وعمليه بيع البيت هي الحل الوحيد. صحيح هي فيها خساره كبيره ليا، لكن للغلابه احكام. ثانيا مش عايز اعمل مشاكل ما بيني وما بين اخواتي. ثالثا عايز اسيب الحته النكد دي واطلع من الحاره ونطلع على وش الدنيا. بقولك ايه يا بابا، انا هدخل اغير هدومي عشان اروح لماما. لا يا امينه ما تروحيش لوحدك، خد اخوكي مصطفى معاكي عشان يسندك في الكلام ويساعدك. لا خلي مصطفى معاك احسن. بصراحه يا بنتي انا خايف لا يتكتروا عليكي ويقنعوكي بمنطقهم ووجهه نظرهم. امينه الله يخليكي، هو يا ماما تقول لك تسيبي بابا وتروحي تقعدي معاه وانت توافقيها على كده، احنا مش ناقصين. يلا يا مصطفى جهز نفسك وروح مع اختك. ما تخافوش يا جماعه، انا من صغيره على كده. خليك يا مصطفى مع بابا احسن عشان اقدر اتكلم ماما كده على هداوه يا بابا. وهو كذلك يا بنتي. مصطفى روح مع اختك واستناها تحت لحد ما تخلص زيارتها وتيجوا مع بعض. ازيك يا خالي؟ امينه اهلا يا امينه. ازيك يا امينه؟ الله يسلمك. سلامات. الله يسلمك. جيتي امتى من امريكا؟ النهارده يا خالي. امال فين ماما؟ امينه فين ماما؟ هما ما حكولكيش على العاملة السودة اللي عملها فيا. برضو يا ماما كان لازم تستحملي. معقول معقول يا بنتي أصبر معاها العمر ده كله وأول ما يشم نفسه ويعفر عليا ويلوف على غيري؟ أمال جوزك فين يا أمينة؟ موجود يا خالي موجود. جه معاكي؟ لا أنا جيت لوحدي. مجيتك دي على عيني يا بنتي. اوعي يا بنتي تكونوا زعلانين ولا حاجه. ربنا ما يجيب زعل بينا يا ماما. اقطع دراعي اقطع دراعي ان ما كان فيه. يا مالت بختك يا بنتي، اديك حصلتيني. حطي همك على همي علشان تكمل. انا قلت 100 مره ان الجوازه دي مش ولا بد وما حدش صدقني. يا خالي حرام عليك، ليه بتقول كده؟ ده احنا كويسين مع بعض قوي وبنحب بعض كمان. طب لما انتوا كويسين وبتحبوا بعض ايه اللي جابك؟ ده انتوا ما بقالكوش 3 اشهر متجوزين. اصل حضرتك ما انتش واخده بالك، مصطفى اخويا بعت لي جواب قال لي فيه ان حضرتك زعلتي من بابا، قلت اجي اشوف ايه اللي حصل. اعملي معروف ما تكذبيش عليا، طمنيني. صدقيني يا ماما مفيش حاجه ابدا. لا انت بتخبي عليا. يا ماما خلينا في موضوعنا، انتي زعلانه من بابا ليه؟ ابدا انا مش زعلانه ولا حاجه، هو اللي طول عمره بيزعلني وكسر بخاطري. يا ماما يا ماما انا واقعه في عرضك، بابا بيحبك وشريك واحنا كمان مش ممكن نستغنى عنك، عشان كده لازم ترجع البيت. رجوع مش هترجع، مش هترجع الا على جثتي. يا خالي يا خالي خليك وسط خير بينا. اذا كان عاوزني ارجع له يديني ضمانات، علشان اجي كده وانا مطمنه ومليح في ايدي. يا ستي قوليلي على الضمانات بتاعتك وليكي عليا اقولها له. البيت ونصيبه في الحمام يكتبهولي بيع وشراء،
غير كده مفيش. اذا كان هو شخصيا هيبيع نصيبه في البيت تقول ايه بقى؟ يبيعه؟ يا اخي باعه بعفرطه لا تسوى ولا تستاهل، المرسي ابن حواء وادم. يا ماما ما لو ترجعي البيت كل ده هيتصلح، الست ديت هتبعد عنه واخواته مش هيتكتروا عليه عشان يبيع نصيبه في البيت. اه يا ماما. لا هي هترجع ولا انت هترجعي، عشان كده يقعد يخبط دماغه في الحيط ويعرف ان الله حق. يا حبيبتي يا بنتي، بقى انت عايزه ترجعي له علشان ينيمك على الارض بعد ما كنت متمتعه في امريكا يا حبه عيني؟ ما هو يا ماما يا حبيبتي حضرتك اللي خدتي العفش، عشان كده بابا مضطر ان يبيع نصيبه في البيت عشان يعوض العفش ده. طيب وهيفرش العفش فين ما دام هيبيع البيت؟ من نصيبه يا خالي، هيشتري شقه صغيره ويفرشها. ولا حضرتك يعني عايزه يبات على الارض طول عمره؟ بقول ايه يا سعنتر، ما تقوم كده تروح له وتشوف العمليه دي ايه. نعم اروح له وقابله بانهي وش؟ ما كانت خالتي وخالتك وتفرقت الخالات. تقول له يكتب لي الجمل بما حمل. انا ما بفكرش ان انا ارجع له ابدا، ده لولا بس ان امينه جت لي وخطوتها عزيزه علي. انا ما كنتش ابدا انا اروح له خالص ولا ابدا. لا لا اوعك انا زميلي يا حالي يا شيخ. طب خلاص 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 اسكتي. واروح له فين دلوقتي؟ هو دلوقتي نايم في البيت يا خالي. نامت عليه حيطه. السلام عليكم. اهلا يا عبد العزيز، عليكم السلام. طه اتفضل اتفضل. ايه عملت ايه؟ شو يا سيدي، هنقعد الليله دي قعده اتفاق بعد ما نجيب الست المشتريه وناخدها ونروح بيها على بيت ابراهيم بيه. طب ما تتأجل الجلسه دي يوم ولا اتنين لحد ما نشوف امينه هتعمل ايه مع امها. ايه ده، هو كلام عيال يا راجل؟ مش كده، هو احنا بنبيع الهرم ده؟ احنا بنبيع بيت، احنا نخلص قبل ما تيجي الست تفيده تنط لنا فيها تطلع لنا فيها عفريت. ما هو بيني وبينك انا عايز ابيع البيت عشان تفيده سابته، لكن ما دام امينه هتصلحها يبقى واجب نفكر كده تفكير بهدوء شويه. وهو انت يعني لما تبيع البيت هتقعد في الشارع؟ ما انت هتشوف لك شقه عدله تعيش فيها انت واولادك. ما هو ده كان تفكيري من الاول عشان مزنوق وقاعد على البلاط، لكن ما دام في كلام لرجوع الست واجب نتروى شويه عشان ما اضيعش حقي في البيت. انا قلبي عليك يا مرسي يا اخويا، ده انت هتطلع باربعين الف جنيه. شوف اربعين الف جنيه، عشرين الف تسكن بيهم وعشرين الف تشيلهم ذخيره للزمن. ما انا فاهم ان انا هاخد اربعين الف جنيه، لكن لو صبرت شويه جايز اخد البيت كله ميه الف جنيه، وساعتها بقى ابيع البيت بقلب جامد. امينه امينه جت. ايوه ازيك يا مرسي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا مرسي؟ اهلا يا ابراهيم اخويا. اهلا وسهلا. ازيك يا عبد العزيز؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. كويس قوي انكم جيتوا، كنا بنفكر نروح لكم والله. خطوه عزيزه يا جماعه، من زمان ما عملتوش الزياره دي. لما عرفنا اللي ما تتسمى غضبت وسابتك مرمى على البلاط قلنا نيجي عشان نشوفك. معلش معلش، ربنا ما يحرمني منكم، ما بقاليش غيركم في الدنيا، انتوا اهلي واخواتي. معقول تعمل فيك كده؟ معقول بعد العمر ده كله تسيبك مرمى على البلاط؟ لا والله طلعت اصيله قوي وبنت ناس. مفيش حاجه تقعدوا عليها ويعني ما يصحش نعزمكم على البلاط. ما تيجوا تقعدوا عندي في اوضه المسافرين الجديده، صالون يشرح القلب الحزين. مش امينه رجعت من امريكا؟ الله ما طولتش. يظهر ان في خلاف بسيط بينها وبين جوزها وهي مش عايزه تقول. حظها وبختها حصل بخت ابوها. ما هو ده الكلام اللي انا قلته من زمان، يا ما قلت ان الجوازه دي حظها مايل، ما حدش رضي يصدقني ابدا. هي الدنيا كده، لما تعفر تعفر ولما تدي ما حدش يحش. انا بقول يعني تتفضلوا وتستريحوا عندي في اوضه المسافرين الصالون الجديد ده يشرح القلب، بدل ما انتوا واقفين كده يا ست هانم. اتفضلوا مفيش تكليف، البيتين واحد. اتفضل يا ابراهيم. اتفضل يا هاني. اتفضل يا بيه. اتفضل يا سياده اللواء. اتفضل.
اتفضلوا. سنية ضيوف يا سنية. ايوه ضيوف. يا اهلا يا اهلا يا الف خطوه عزيزه. اهلا يا حبيبتي. اهلا فاطمه هادم وسيادتي دوا. اهلا يا اخويا. اهلا يا اهلا. ازيك يا مرسي بيه؟ كتر السلام يا قله المعرفه. تعالي هنا. تعالي خش اعملي شاي. اذا كان في من عينيا. يا سلام. بسكويت بسكويت من عينيا. ما شلتكوش الارض اشلكوا على راسي. يا اهلا اتفضلي. يلا اتفضلوا. الصالون الجديد اوريه لكم. 70 جنيه والله دفعت دم قلبي. اشتريته بمزاد لقطه بيقولوا عليه ستيل يعني قديم. السيل السيل يعني. اتفضل يا بيه. اتفضل اتفضل يا بيه. اتفضل يا هاني. شرفتونا اهو. صالون يا بيه اهو. قلت مسافرين لقطه ستانلستيل. ايوه يا بيه اتفضلوا. اهلا وسهلا. بقول لك يا مرسي اجهز لهم عشاء. لا 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 مش لزوم. امال امينه فين؟ مش باينه. راحت تطل على امها يا سيدي. واجب برضو. على الله ما تجيبهاش على ايدها وتيجي. خالي انا عايزاك تكلم بابا بهداوه. ها ما تتنرفس عليه. من عينيا الاثنين. تسلم. الله. وابوك خرج ولا ايه؟ لا طبعا مش ممكن يكون خرج. يا خبر ابيض. لا يكون جرى له حاجه وهو جوه لوحده. طب ما تخش تشوفي امينه عند عمك عبد العزيز يمكن يكون جوه. حاضر. ايوه اهلا يا حبيبتي. اهلا اتفضلوا. بابا عندكم؟ يا حبيبتي كلهم جوه. عمك البي وعمتك فاطمه. اتفضلوا اتفضلوا. انا بقى ماليش دخول جوه. ليه ليه يا خالي؟ انا ما احبش اقابل الناس اللي جوه دول. الله هم قلت المصايب. يا اخويا ادخل. دول قاعدين بيتصفوا عندنا. يا سي المرسي. لا بقى انا ماشي. ثانية ثانية عشان خاطري. يا سي المرسي. في ايه يا سنية؟ الولاد بره ومعاهم الدرعاجي خالهم. خالهم؟ يا ساتر يا ساتر. اتفضل يا معلم عنط. من غير ما اتفضل ولا حاجة. مش القعدة اللي جوه دي عشان تخلصوا فيها موضوع البيت؟ ايوه ايوه ايوه. شو بقى يا سيدي؟ إذا كنت عايز ترجع لمراتك ومعيالك تبوظها وطوعني أحسن لك. طيب طيب طيب. مر عليا كمان شوية يكونوا جماعة مشوا وأكون فوقت لك شوية. على العموم عقلك في راسك تعرف خلاصك وأنت من صغير عشان العمايل دية. سلام عليكم. عليكم السلام. يا خالي. سيبيه سيبيه. تعالوا يا ولاد تعالوا. لا يا بابا انا ماليش. حضرتك عارف ان انا ماليش في العدد. دي المفتاح. اخش انا ازاي؟ خش ذاكر. خش يا مينا. ازيك يا عم؟ ازيك يا عمتي؟ ازيك يا امينة؟ ازيك يا امينة؟ الله يسلم. الف الحمد لله على السلامة. اتاري مصر منورة يا ستي. اهلا بك يا عم. ايه يا امين؟ هو انت لحقت تسافر عشان ترجعي؟ اصل مصطفى اخويا بعت لي جواب وقال لي فيه على الخناقه اللي بين بابا وماما. فقلت اجي اشوفهم جرى لهم ايه وهيجرى لهم ايه. يعني اي خناقات متعودين عليه. مش كنت فضلت مع جوزك احسن؟ معلش يا عمتي اسمتي كده. ادي اللي بينوب العيال من اهاليها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بقى كده تبعت تجيب امينه على ملا وشها من امريكا؟ عارش يا سيد لنا نصيب نشوفها تاني. وحدباتي فين يا امين؟ مش مشكله حكايه البياد دي يا عمتي. الله مش معقول حدبيته البنت على الارض. لا تيجي عندي. امال ايه؟ تيجي عندي لحد ما ربنا يصلح الحال وتلاقي شقه صغنطوطه على قدك تعرفي تفرشيها. ايوه يا عمتي. بس انا مش هيهون عليا اسيب بابا في الظروف دي. الله امينه ما هو مصطفى مع باباكي. معلش معلش. خلونا مع بعض الليله دي على الاقل. ربنا ما يحرمكم من بعض. بس بلاش تبهدلها معاك يا مرسي. انا ما تخافوش عليها. انا حديها مرتبه تبات عليها الليله. لا انت لو سمحت تقوم دلوقتي بسرعه تجيب لنا الست صاحبه البوتيك. الست صاحبه البوتيك زمانها قفلت البوتيك. انما بالتاكيد نلاقيها ببيتها. اروح اجيبها من بيتها.
ايوه اخطف رجلك وروح شوفها عشان نربط معاها كلام. انا اصلي كنت عايز اقول حاجه قبل ما تشيعوا تجيبوها. عاوز تقول ايه تاني يا مرسي؟ المعلم عنتر اخو تفيده كان هنا دلوقتي حالا بيوصل الولاد، وقال لي اني لازم اتروى في موضوع بيع البيت. حق بطلوا ده واسمعوا ده، وهو ماله بقى ومال موضوع البيت؟ ده حاجه تخصنا احنا يا اخوان، ومالوش ان هو يتدخل في حاجه زي كده. الست تفيده يا ستي شيعت معاه ان ما عندهاش مانع ترجع، بس ضروري موضوع بيع البيت يكون في وجودها. بقى ده كلام الرجاله اللي اتفقنا عليه يا مرسي؟ معلش يا عمي، ادي البابا فرصه عشان يقدر يصالح ماما. ايوه مادام تفيده هترجع يبقى البيت ده عمره ما هيتباع في سنته، واذا اتباع ابقوا تعالوا قابلوني. عجايب، انتوا عايزين تبيعوا البيت باي ثمن؟ ان شاء الله يكون بيتي انا هيتخرب. عشان نخلص بقى يا مرسي. يا ستي كل واحد بيدور على مصلحته في الزمن ده، وزي ما انتوا بتدوروا على مصلحتكم في بيع البيت، انا بدور على مصلحتي مع مراتي. هو انت متصور يا مرسي ان احنا هنبيع الليله؟ احنا هنجيب الست يا اخي نقعد نتكلم معاها ونتفق. طب ما انا بقول ايه يا جماعه؟ ما احنا هنجيب الست ونربط معاها، والامور الطفيفه العائليه دي تبقوا تحلوها مع بعض بعدين. الست دي ما تجيش ولا نتكلم معاها الا في حضور تفيد. الله، هو كلام عيال ولا كلام رجاله؟ بنرجع في الكلام ده ازاي يا مرسي؟ انا ما ارجعش في كلامي يا ابراهيم يا اخويا. انا قررت صحيح ان انا ابيع البيت، بس ده مش هيحصل ابدا الا في وجود الست ام الاولاد. يلا يا ابراهيم، احنا الحق علينا اللي جنالك لحد عندك. يا فاطمه هان، يا فاطمه هان، مش كده الصبر شويه؟ مش كده امال؟ صبر ايه بقى؟ ما خلاص الحكايه بانت وانكشف ملعوبها، عن اذنك. على اي حال انا مش غلطان، انا مش عايز اخسركم ومش عايز اخسر مراتي. لا يا مرسي، ده انت بالشكل ده هتخسرنا قوي، وبكره افكرك كده. كده تسيبوا لاخته واخوه يستفردوا بيه الليله؟ عيب، ده انت ابن سوق ومدردح، ما يصحش حاجه زي دي تفوتك ابدا. الناس دي مش نازله لي من زور، عاملين لي فيها اكابر كده وطالعين فيها، وهم على بعضيهم كده ما يساووش تلاته ابيض. يعني يرضيك يبيعوا البيت اللي مضلل علينا وساترنا؟ يا ست الصباح رباح، انا اللي ما نقدرش عليه دلوقتي نقدر عليه بكره، هي الدنيا طارت. يا عالم بكره هيحصل ايه؟ مش جايز الليله دي يخلصوا كل حاجه ونتبط احنا؟ الله، انت بتتكلمي كده زي كل اللي هيشتري ده واقف بره مستني. ليه لا؟ كل شيء جايز، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. الله، انت جيت؟ ما لحقتش تقعد عندهم يعني؟ امينه يا ستي رجعت من امريكا. هي لحقت؟ ايوه يا ستي، بانها ما عمرتش ولا مش عارف بقى. وطبعا عصت ابوها وخلته يعيد نظر في موضوع البيت. اكيد امها هي اللي سلطتها وزتها، منها لله، طول عمرها وقفلنا زي العقلة في الزور. شوف بقى، القانون ياخد مجراه. الصبح من بدري تاخدوا الأوراق وتروحوا للمحامي وتعملوا قضية حصر تركة. عنايات، أصل فاطمة هي اللي مش مريحاني في الموضوع ده، صعبان عليها أخوها يا ستي. مالكش دعوة في فاطمة، أنا هعرف أخلي جوزها يأثر عليها. وأنا كمان صعبان عليا المرسي. المرسي مسكين مرمي على الأرض رمية سودة لا تسر عدو ولا حبيب. هو اللي جايبه لنفسه، يستاهل اللي جراله. وهي كملت فوق دماغه برجوع البت ولا حد عارف دي راجعه زايره ولا متطلقه. اكيد متطلقه، اللي زي دي تبقى طالعه لامها ومش ممكن تعمر في بيت ابدا. صباح الخير يا سيادة المدير. خير؟ ها، اياك تكون قدرت توصل معاه لحاجه. من امبارح على طول زي ما اتفقت مع سيادتك اديت اوامر الفوريه واتحط فورا تحت الملاحظه والمراقبه الدقيقه والمستمره. ها، لقيتوا حاجه؟ ده احنا لقينا حاجات ومحتاجات وما خفي كان اعظم. ايوه يا شيخ كده، متعني وحياه ابوك. ايه لقيتوا ايه؟ تخيل طول النهار امبارح وهو بيحوم حوالين قصر في الزمالك. ها،
والكلام ده معناته ايه يا الجبلة؟ يعني من المؤكد او نقول من المرجح جدا ان المرسي افندي ده حرام بيوت. المرسي؟ لا 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 يا شيخ لا بتقولش كده، حرام عليك. تلات ساعات يا فندم، تلات ساعات وهو بيحوم حوالين القصر ده امبارح، والنهارده الصبح عمل نفس الشيء قبل ما يجي المكتب، من ساعة 600 قصدي من الساعة 6 صباحا وهو عمال يلف حواليه يلف حواليه ولغاية 7:30، بعد كده أخد تاكسي وجه المكتب في ميعاده. أيوة بس دي تبقى ظاهرة خطيرة قوي يا الجبلة وما يصحش السكوت عليها. مين قال لك إن إحنا ساكتين؟ الأسبوع ده إن شاء الله وقبل نهايته هسمعك عنه سمع خير. أيوة كده يا شيخ متعني فرحني وحياة أبوك. معلومات تانية بقى سنوية، بنته اللي كانت في أمريكا وصلت، الظاهر إنها راجعة متطلقة، المدام بتاعته على خلافات مستمرة وياه، وهي حاليا غضبانة عند أهلها وسيباله الشقة على البلاط. لا 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 لا، أنا يهمني خبر البيت اللي بيحوم حواليه بالدرجة الأولى، خليك مركز على الحتة دي يا الجبلة وحياة أبوك.